ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بفكركم ان كمان يومين هنعمل الورشة الفنية في كل ادوار المستشفى. الورشة الشهر ده هتكون عن الشتاء. صباح الخير يا جماعة، أخباركم إيه؟ بكرة بإذن الله عندنا يوم مسرح جديد، فعايزين كل واحد عنده بقى أفكار أو كده يقولها على الجروب عشان نظبط بكرة هنعمل إيه؟ شباب ازيكم؟ مين جاي بكرة؟ عندنا عيد ميلاد الساعة 11، فعايز الناس تبقى موجودة. يا ريت أكبر عدد ممكن يكون موجود الساعة 10:30. ورا كل حاجة بنعملها بيكون في تكييفات وحاجات كتير عشان بس لمسة الأطفال. بنعمل كل حاجة، مسرح، ورش، وبنروح كمان الساحل. بنكون موجودين في كل عيد ولحظة لأننا ما نقدرش نسيبهم. ولأننا شغالين على هدف واحد بس، إننا نشوف ضحكة الأطفال دي ودعوة أم لينا، ده بيكون أسعد حاجة بنوصلها. بنزعل من بعض ساعات، بس لأننا متفقين على حاجة واحدة بنرجع لبعض تاني عشان إحنا ملناش غير بعض. بنعدي على مواقف كتير جدا صعبة، بنخسر فيهم حبايبي وبنزعل عليهم جدا، بس لأننا بنستمد قوتنا منهم وعايشين على تحقيق حلمهم، هنكمل مع بعض وهنفضل مستمرين نشجع بعض ونحافظ على كل ضحكة طفل موجود معانا في المستشفى. متصوعين 57-357، هدفهم ضحكة طفل طالعة من القلب. عاش يا شباب، اليوم كالعادة كان حلو جدا بيكم. شكرا على تعبكم ووجودكم كالعادة مفرح الولاد الصغيرة، وإن شاء الله المرة الجاية تبقى أحلى وأحلى منكم.